أمان الله وقفي! حياتي استني شوي! حيات! مشان الله وقفي! حيات! تعال عندي! حيات! لو انك رميتي حالك كنت رميت حالي! حيات، ليش هيك؟ ليش هيك عم تعملي يا روحي؟ روحي، قولي لي حبيبتي. لك نحن شو عملنا يا كرم؟ أنا كيف بدي اطلع بوش أمي وأبي بعد اللي صار اليوم؟ اوعى تخافي، لا تخافي يا روحي، أنا معك. شلون ما بدي خاف يا كرم؟ اللي عملناه مو قليل بنوم. حيات، أنا بحبك وما رح أتخلى عنك أبداً، مستحيل إني أتركك لحالك. اليوم المسا رح أحكي مع أبي. طيب وشو رح تقله لأبوك؟ في بحياتي بنت و... مستحيل خليكي تخجلي قدام حدا. لا تخافي، أنا الولد الوحيد عند أبي وبعمري ما طلبت منه شيء وردني. صدقيني أبي بحبني كتير وبحب كل الناس اللي بحبهم. طيب ممكن يتحجج إنه فقرة وما يقبل يطلبني من أهلي، شو بعمل وقتها؟ لا يرضى حر، ما رح أقبل إنه حدا يحرمني منك. بحلف لك برب العالمين إنه ما رح أتخلى عنك مهما صار. نحن اتنين رح نتزوج. وعن جد رح تتجوزني كرم؟ معلوم عن جد حبيبتي، بحبك كتير كتير وبموت فيكي حبيبتي. انتي اغلى شي بحياتي. لا انتي كل عمري. أهلا وسهلا بابا، كيف صحتك؟ منقول بخير مشان نصير بخير. أهلا وسهلا جد. أهلين فيك يا ابني. ألو، أهلين ابني سراج، كيفك؟ وأختك أنيسة؟ الحمد لله بابا، أنا كتير منيح وأنيسة جنبي وهي كمان منيحة. أنتو كيفكن؟ قلي بابا. بدي اقول لك شغله، اذا تاخرتوا بالجايه لعنا يمكن نتاخر بتسجيل الاولاد بالمدارس. صحي شو رح تعملوا بالبضاعه اللي بالمحل؟ يا ريت لاقي حدا يشتريها، كنت بعثت لكم مصاري. هلا البيت صار جاهز، جدي ما رح يجي معكم؟ جدك؟ اي لكن اكيد رح يجي معنا. طيب طيب خلص ماشي يا ابني، انتبهوا وديروا بالكم على حالكم. ايه بابا. يا بابا، سراج بيسلم عليك كتير، استأجر لنا بيت وعم بيستنانا. بابا، انت لأمتى بدك تضلك متعلق بهالأرض؟
خلص بيعها حتى لو اجاك سعر اقل. مشان الله بابا طلع وشوف كيف البضاعة معبي الساحة. شوف يا اسماعيل، اسمعني. أنا هلأ يا ابني عم عيش آخر أيام عمري. أنتو بدكن ياني موت بعيد عن ضيعتي وتدفنوني باسطنبول؟ لا تسأل عني. أنا خلقت وعشت بهالأرض وما رح موت إلا فيها. ماما، ماما وينك؟ أنا رجعت من المدرسة، ماما كتير اشتقت لك. يعطيك العافية أمي. شايفة أنت اللي عم تشتغلي بإيدك، والست الخانة فوق ومريحة. أنا شو بدي ساوي لك بنتي؟ والله مليت وما عاد فيه. إيه والله، أهلا وسهلا جنات خانو. الدنيا صارت الظهر وحضرتك لسه نايمة. شيرين وين أختك حياة؟ وأنا شو بيعرفني وين حياة؟ طالعونا من المدرسة وما لقيتها، لهيك إجينا أنا ونيرمين سوا. قلتي لي ما لقيتيها؟ ايه خير ان شاء الله. هالبنت كأنه ما عندها اهل الضبة. هي لكان بالقرن اللي اجت منها هيك بيربوا الاولاد. البنت بترجع لحالها من المدرسة، والصبي اللهم عافينا. شو بدنا نقول لنقول؟ الله يعيننا. اما اولادي المعترين يا حسرتي بيشتغلوا مثل الحمير طول النهار. ايه الحظ يا قدرة لناس وناس. بس يلا مو مشكلة، هن اولادي وانا الكل بالكل. قومي اتحركي حطي حطب بالفرن. شو كل هالحلا يا مالك افندي؟ الله يحميك من العين. لك السطل بينشال بايدتين مو بايد وحده. بكر التهي بشغلك. بس بتعرف هالدنب لابق لك كثير. مو قلت لك ما تعمل هيك؟ عم تساوي حالك رجال ولا وانت بايد وحده؟ استغفر الله. شو عم تبربر بينك وبين حالك ولا؟ وعدك اني رح اكسر لك ايدك الثانية يا مالك اذا قللت معي ادب. ولك ايد مين بدك تكسر؟ ولك بكر سمعت شو قال بابا؟ انت كسرت لي اول ايد وابنك بده يكسر لي الثانية. اذا رفع ايده علي مرة ثانية رح اكسر له اياها. لك ابني انت شو مشكلتك؟ في حدا بالدنيا بيعمل باخوه هيك؟ هلا انا اخوه الكبير بيصير يضربني؟ انا بورجيك يا قليل الادب. ولك حرام في كلمه الاكل، امك بتهرني بالبيت وانت هون؟ طبعا هن اولادك ونحن لا. فيك تقلي ليش عم تفرق بالمعامله بيننا؟ ليش هن الهم الصدر ونحن النا العتبه؟ لك مين نحن؟ نحن ما النا اولادك وامنا مو مرتك؟ هن المناح ونحن الكلاب؟ كل اللي عم يصير بيننا بسببك. بسبب تفريقك بيننا. بسببك. شفت بعينك يا أبي؟ ابني الكبير بلش يرفع صوته علي. ليك يا ابني، الأب لما بيكون في عنده ولدين بيطلع على واحد بعين وبيطلع على الثاني بالعين الثانية. بس أنت ما شايف إلا مرتك جنات ولادها، وهيك ما بيجوز من الله. لا يا أبي، شوف أنا ما عم فرق بيناتهم أبدا. يعني الحق علي إني عم بشكيلك؟ شيرين وينك يا بنت؟ تعالي لهون. شو ما عم تسمعيني؟ شيرين إلك والله جننتوني. شيرين لتجهيز السفرة وشيرين للشطف والجلي وكأنه ما في إلا شيرين بالبيت. أهلا وسهلا حياة خانم. قديش صارت الساعة؟ لأنه أخذونا بدوام مضاف على المكتبة وعطونا شوية كتب مشان نقراها. بس من اليوم ورايح ما عاد أقبل بحجة منك، لأنه ما بدي جيب الكلام لحالي مشان حضرتك تتسلي مع رفقاتك. يلا طلعي.
روحي غيري ثيابك، رح كسر لك اجريك بايدي. لا 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 تكسري لرجليها، خليهم صاغ هلا حتى تقدر تروح تودي الاكل لابوها على الورشه مشان تقدر تتحرك لحالها. ها صار لك شي حبيبتي نارنين؟ يا الله توسخ بنطلوني. خير صار لك شي يا أمورة؟ ما فيك شي عم تدلعي. وافي وافي خليني شوفك. تسلم هالإيدين يا عمي. أهلي لله يسلمك. بنت مين حضرتك؟ بنت المعلم إسماعيل. أي معلم إسماعيل؟ إسماعيلي بيشتغل بالفخار. شكراً عمي عن إذنك. أنا اللي بحب الفخار. حياة، البابا بعدين رح يشتري مثل هالسيارة الحلوة؟ يمكن لما تروحوا على اسطنبول البابا يشتري لكم وحدة مثل هي وأحلى. هلأ يعني أنت ما رح تنتقلي معنا؟ حياة؟ شو صار؟ حكيت مع أبوك بالموضوع يا كرم؟ قلي شو رد عليك؟ لا لسه ما تحكينا، بس بعد شوي رايح أحكي معه يا عمري. مالك استنى شوي، عم بحكي معك. طول بالك ولا تكبر القصة. بكر بيضل أخوك، يمكن ببعض الأحيان لازم الأخ الكبير يعمل هيك مع أخوه الصغير. يعني لأني الصغير لازم أتحمل الإهانة؟ شو عملت له لحتى يبهدلني على الطالعة والنازلة؟ يا ابني هالمشاكل من أيام قابيل وهابيل، يعني كل الأخوة بيتخانقوا مع بعضهم، ويمكن الأخ يقتل أخوه. حياتنا قصيرة كتير بلا ما نضيعها بالمشاكل، وحاول إنك تعرف قيمة أخوك منيح، وحاول إنك تحترمه وتقدره. أنا من يوم يومي بحترمه لأخي، بس ما بعرف شو بده مني. ليش بيعاملني هيك؟ أنا بحس إنه ما بيحبني. يا ابني أحياناً الأخوة بيضيعوا طريقهم وبيضيعوا. الصغار هنن بيكونوا النور وبيخلوا الكبار يرجعوا للطريق الصح. أحياناً يا ابني الأرض كمان بتضيع طريقها. هلأ في ناس بيلاقوا أرض بلادهم قليلة عليهم، وفي منهم بيلاقوها كتيرة. كل واحد على حسب نيته. هاي أنا مثلاً. ليش لحتى غير نيتي بعد كل هاد العمر؟ أنا من لما خلقت ما عرفت غير هاي الأرض، بقى ليش لحتى أرحل لأرض ما بعرفها؟ الأرض مثل الإنسان في إلها نصيب، وإذا كانت هالأرض في إلا نصيب فينا رح تاخده، ونحن كمان نصيبنا منا بناخده. إذا كنا هون يا دوب عايشين ومدبرين أمرنا، كيف رح نقدر نعيش بهديك الأرض يلي ما بنعرفها؟ أنا ما بقدر عيش بمكان تاني أبداً. ما بقبل بدي الأرضي بأي مكان تاني. هالشغلة صعبة علي يا مالك.
يسلموا على اليدين. شكرا بنتي. عباس صاير عم يطلع لي شعر بوشي كأني عم صير رجال، ما في شعر براسي إلا وصارت بيضة. طول هالعمر وانت جوزي وتاج راسي. أنا اليوم جنبك ويمكن بكرة تحت التراب. من سنين طويلة ما قدرت أخدمك أو دير بالي عليك مثل العالم. هلا بلا هالحكي وقليلي، رحت على الدكتور اليوم؟ أنا مو مشكلتي بنوب الدكتور والأدوية يا عباس. قلبي عم يحترق ويوجعني، من إمتى صار لي ما سمعت ولو خبر عن ابني فراس؟ لك أنا كم مرة قلت لك لا تذكري سيرته قدامي؟ لا تقول هيك مشان الله عباس، شو صار لي 3 سنين ما سمعت عنه أي خبر يبرد قلبي ويطمني؟ معقولة ما اشتقت له لابنك أبدا؟ لا ما اشتقت لحدا. الابن يلي بينكر أبوه بينسى فضله عليه كل هاي المدة، هذا ما بيستحق إنه أي إنسان يسأل عليه أبدا. اليوم أنا رحت على المخفر مشان الله لا تعصب علي. طلبت من الشرطة أنه يلاقوا لي ابني فراس، قلت لهم أنه راح على الجبل، قلت لهم إن كان ميت ولا عايش لاقوا جيبوا لي إياه لعندي. قدرية، بسبب هذا الولد المغضوب الحقير راح تخليني أتخانق معك وإزعجك؟ مغضوب؟ تركيه. لك إذا كان صحيح طلع على الجبل، لك إن شاء الله ما بيرجع. وهذا الولد الحقير مانو ابني وما بدي إياه. إذا صار تاني مرة وذكرتي اسم الكلب قدامي، أنا راح بهدلك وإحرق لك قلبك يا قدرية يا خانم. أنا بعمري ما كان عندي ولد اسمه فراس. بس هذا بيضل أبوك، يعني الواحد بيزعل من أبوه بس مو لهالدرجة هدول 3 سنين. سراج أرجوك خلص هذا الموضوع تسكر، حتى بعد 50 سنة من المستحيل أني أقدر أتفق مع هالزلمة بالمرة. أهلا وسهلا بالبنات الحلوين. أهلين وسهلين فيك عمي. أهلين وسهلين. أهلين فيك. شكرا. إيه شو أخبار التحضيرات للمطعم الجديد؟ كيف بدها تكون؟ من الصبح للمساء عم نشتغل. يعطيكم العافية. ليش واقفين؟ تفضلوا ارتاحوا. أهلا وسهلا صبايا. أهلين دكتور فيك. جيب شاي للصبايا. أهلين حبيبة قلبي. يا أهلين. أهلا وسهلا. أهلين. شكرا حبيبتي نيفين. أنا آسفة، كنت بدي أقوم قبل ما تجوا أنتوا لأنه لازم روح هالسوق ضروري. لشو السوق هلا؟ لا ما في أي مشكلة أبدا، بكرة بشوفك ونقعد ونحكي. إيه طبعا، ما أنتوا تقريبا كل يوم عم تجوا، يعني بدنا نلتقى على كل حال. يلا بخاطركم بنات. اسمعي، بما أنه رايحة على السوق أنا رايح معك، بس أنت شو إلك شغل بالسوق فراس؟ العم ناظم وصاني على كم شغلي وبدي روح جبلو ياهون، بعدين ما راح خليها لأنيسة تضل لحالها. إيه هيك أحسن. يلا بشوفكم بعدين. الله معكم. عن إذنكم. إيه سراج كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا كتير منيح شكرا لسؤالك. عن إذنكم رايح شوي على المطبخ وراجع. حتى لو استنيتي 10 سنين هالشاب ما رح يحاكيكي أبدا، والله اللي بيشوفك هيك بيفكر إنه ما عندك معجبين. مو مشكلة إلهام، سراج عاجبني وحانتظره حتى يقرر يعترف لي. طيب ممكن تفهميني؟ معقول شاب هالعمر ما يتجرأ يجي ويحكي معك كلمتين مثل البشر؟ يا حاجة بقوله. إلهام ممكن تخبريني؟ يعني إذا سراج مثله مثل شباب هالأيام من أول مرة قال لي يا عمري ويا حبيبتي كان هيك أحسن برأيك قولي. أنا معجبة بهالرجل ورح أنتظره طول عمري. نيفين هذا الرجال اللي بخيالك ما هيك؟ والله مبين رح تصبر كتير يا نيفين. ولو الصبر متعة مشان سراج. شبك يا ابني؟ البنت ما عم تشيل عينها عنك طول الوقت، مانك منتبه؟
شو بدي أقول يا عمي ناظم؟ كل ما بدي حكيها بتوتر، والله حاسس حالي صاير مجنون. عن جد عمي ما عم بمزح. آه يا مجنون آه. أنت صاير مثل قيس المجنون وجميل بوسينة ومثل روميو. تعرف ليش هدول انشهروا وصاروا أسطورة؟ لأنهم ما قدروا يوصلوا لبعض. شوف يا ابني، التردد بيقتل المشاعر. خذ قرارك بسرعة، اختار يا أما بتصير أسطورة يا أما بتعيش حالة الحب اللي بدك إياها. القرار إلك. يعني ماني عارفان شو أعمل. لك يا ابني، شو كنت عم بحكي معك؟ ما بيصير تضل ساكت، احكي معه. عرض عليها أنكم تطلعوا مشوار، عود أنت وياها وأحكوا. حاول أنك تطلع بعينها وأكيد هي رح تفهم مشاعرك. أنت عم تفهم علي؟ كتير منيح. شو هاي؟ افتحيها، مجرد هدية بسيطة. عن جد شكرا كتير حبيبي، كتير عجبتني. ما كان في داعي تجيب هدية بهاللحظات الصعبة. ما تقولي هيك يا أنيسة، يا ريت لو أقدر أجيب لك نجمة من السماء. قلي لي عجبتك؟ في راس عجبتني. شكراً كتير عن جد. طيب في راس؟ ما بعرف يعني لإمتى أنا وياك رح نضل نشوف بعضنا هيك بالسر. يا أنيسة، شو أنت مفكرة أنه مبسوط أنه عم شوفك بهالطريقة هاي؟ بترجاكي تصبري شوي كمان، بس لحل المشاكل يلي عندي ولشوف جامعتي شو وضعها. بالأول انتظرت لبين ما تخلص المدرسة، ولسه بدي انتظر. تعرف بشو كنت عم فكر؟ ليش ما بترجع عالضيعة وبتتصالح مع أهلك؟ ها؟ يعني حلك بقى ترجع. أنيسة، أنا مستحيل أتصالح مع أبي. طيب في حل تاني قدامك يا فراس؟ إيه، في عندي أمي، أنا بدي حاكيها. تعرفي انه انت اغلى علي من روحي، بس مو مستعد ابدا صالح الزلمه يلي اسمه عباس. مساء الخير عمو. بس خير بابا. من الصبح وانا عم اتصل بالكازيه لك، ليش ما رديت على التليفون يا ابني كرام؟ تعال اقعد هون، تعال جنبي، تعال. خير ان شاء الله، شو صاير؟ خير خير يا ابني، لا تخاف اطمن. ليك كرام، اسمع يا روحي، انا وابوك اخذنا قرار بفرحك. شو قررتوا بابا؟ كتير رح يفرحك، انت وبنت عمك سوزان رح تتزوجوا. أنا وسوزان؟ إيه طبعاً. خود بكر، تفضل خود يا ابني. يا بنات خدوا فليفلة.
بدك؟ ايه ايه هاتي. ايه لا تاخدهم كلهم. ايه لا تخانقي. صبي لي اكل. تفضل عمي. يسلموا ايديكي، الله يوفقك ويرضى عليك. مالك حظ هنا يا ابني. يلا. هاي بندورة. يسلموا يا جنات. الظاهر انه ابني اليوم اشتغل وتعب كثير. امي خد كل وسنود قلبك. بكر ليش صفناني؟ عبية تكرم عينك بابا. الظاهر نسيانين نجيب بصل، رح قوم جيب بسرعة وارجع. يا بنت أنا حاسة إنه فيك شي اليوم. لا شيرين، شو بده يكون يعني؟ لا حياة أكيد. إمتى يعني كنتي تقدري تخبي عني؟ عم قل لك شيرين ما في شي بنو. هلا هيك لكان؟ مو على اساس انا بيت اسرارك ومو انا مثل الهبله بحكي لك كل اسراري على طول؟ ايه طيب ماشي مثل ما بدك. شيرين؟ ايه يلا سمعيني. طيب بدي اقول لك انا وكرم اليوم كنا سوا. ايه وشو عملتي؟ ابو رح يجي ليطلب ايدي شيرين. كرم كرم بده يجي يطلب ايدك؟ اختي انت جنيتي شي؟ معقوله ابن امين اكبر تاجر سجاد يترك كل البنات ويجي يخطبك الك؟ ايه وانا قلت له لكرم نفس الكلام، بس هو حلف لي انه رح يجي، وفوق هاد هو مجبور. ليش لحتى يكون مجبور؟ لا ما عم صدق يا حياة لك انت شو عملتي؟ مشان الله وطي صوتك، والله اذا عرف ابي بيذبحني. لك يا حياة هلا كيف صار هيك بيناتكم؟ لازم تفرح يا ابني، رح يصير في خير للعيلة كلها الزواج يا ابني. أحسن ما تتزوج وحدة غريبة لا بتعرف أصلها وفصلها ولا بتعرف حتى أخلاقها وعيلتها. صدقني ما رح تلاقي أحسن من بنت عمك، صغيرة وبنعرفها من لما خلقت. وبكرة منصير أنا وإنت وعمك بنشتغل مع بعضنا. بابا فاجأتني بقصة الزواج، في شي لازم إلك يا كتير مهم. لا تقول شي، ما في داعي. سوزان بنت أخي ومثل بنتي. هالبنت كتير مؤدبة ومرباية وست بيتي من الدرجة الأولى. أنت ابني الوحيد وما إلي غيرك، أنت وريسي. إن شاء الله بس تم زواجك أنت وسوزان هالشي رح يكون شرف إلي ولعمك ورح يكمل سعادتنا. بابا أنا بعمري ما اعترضت على شي طلبته مني، بس أنا من زمان بحس إنه سوزان مثل أختي. اسمعني يا ابني، عنا بعمرها ما كانت بنت العم مثل الأخت، وإلا زواجكم بيكون مخالف للشريعة. بابا بترجاك فهم علي، بصراحة أنا قلبي مع بنت تاني. عيد شو قلت؟ أنا كاني سمعت غلط. لا صحيح اللي أنت سمعته. وهلأ شو بدي أقول لعمك يا كرم؟ آسفين والله ابني عشان واحدة تانية، أرجوك لا تواخذنا، نحن تراجعنا عن طلب إيد بنتك. هذا الزواج رح يتم. لا ما رح يتم بابا، أنا بدي آخذ البنت يلي بحبها، لأنه أنا وعدتها والله، أنا مجبور أتزوجها والله مجبور. ما فهمت شو مجبور؟ لك احكي شو القصة؟ ها؟
أنا وياها كنا لحالنا وصار. لا أنت أنت وياها اجتمعتوا يا عديم الأخلاق. أنت متأمل الخير من مرة عشرتها بالحرام يا غبي. أنت واطي حقير. بابا لا تقلل من قيمتي وتصغرني قدام عمك يا كرم. اوعك لا تكون السبب بخلق المشاكل بعيلتنا. سوزان هي بنت عمك الوحيدة وانت ابن الوحيد اللي مالي غيره. بدك بنت عمك ياخدها واحد غريب؟ ها؟ ما بقى بدي احكي بهالقصة. سوزان راح تاخدها. بضل ناديلي حرباية على طول لأنه هو كتير بيحبك لهيك بيمزح معك. وأنا كتير كتير بحبه كمان. بالله حياة الليلي هلأ أنت والأخ كرم رح تتجوزوا عن قريب؟ آه؟ إن شاء الله يا نيرمين إن شاء الله. يعني إذا تجوزتي أنت وياه بقدر إجي لعندكن على البيت ونام؟ معقولة ما تجي لكان؟ ما رح أقبل أتركك لحالك. جنات بكرة بس ننتقل على اسطنبول منبقى منروح على بلد أهلك. إيه؟ شو قلت؟ إيه؟ أكيد طبعاً أكيد. أنا ما عم بقدر أتحمل أكتر من هيك يا إسماعيل. قدرة عم تضغط علي كل يوم أكتر. خليها تعمل يلي بدي إياه، لا تهتمي أبداً. طيب ما بكفي إنه صار لي 18 سنة متحملتها؟ جنات. ها صرنا زمان ما قعدنا مع بعض انا وانتي، شو رايك اليوم؟ طيب خلص رح نايم الاولاد بكير. لك دخيل قلبك شو مشتاقلك، لك دخيل قلبك شو مشتاقلك، انتي روحي. امي خير؟ أمي شوفي ليلي ليش عم تبكي؟ شو صاير اليوم؟ لا ما فيني شي يا بنتي. أمي لا تخبي بسبب جنات مو هيك؟ لا يا بنتي عم ببكي من حظي. أمي مشان الله حاجة يا حبيبة قلبي. يا بنتي إن شاء الله يا ربي ما يصير حظك أسود مثل حظي. كرمالي أنا حاج بقى، دموعك غالي علي كتير. أنا بدي أحكي لك موضوع كتير مهم. احكي. بس أمي ضروري توعديني ما تقولي لحدا بنوب، تمام؟ يلا خلصيني أحكي. هالعملة بتخص أختي حياة. هاي مانا أختك بدها قبري تمها. ظاهر يا أمي هالبنت رح تروح على قبرها برجليها. لك خلصنا حاجة تفوري لي دمي، قولي بقى. هي حياة هي وكرم ابنه للحج أمين راحوا مع بعضهم وعملوا عملتهم. شيرين انت متأكدة؟ ان شاء الله بموت اذا كذبت. يا الله بس امي ببوس ايدك لا تجيبي سيرة هالموضوع لأي حدا مين ما كان يكونها. ما راح اقول لحدا طمني.
يلا يلا يلا. ما في داعي للمقاومة. ايديك لفوق. شرطة. نحن شرطة راحتي ولا كلمة. شو؟ ايديك لفوق. فهموني شوفي. أنيسة. امشي معنا. كنت ما تحكي ولا كلمة. ألو. 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 صباح الخير يا أستاذ. يلا أصحى خلصنا. احكي لشوف مين هذا اللي بالصورة؟ ولك احكي ليش ساكت؟ فراس. فراس ألتنار. انت امتى رجعت من الجبل؟ شو مخططين تعملوا بالمدينة؟ جيت لهم من سنتين، قعدت بسكن طلاب جامعة اسطنبول. طيب ليش هداك الإرهابي موجود بغرفتك؟ إذا الأوضة لإلك لكان شو أخده لهونيك؟ مو متخبي، بس متخانق مع أهله من فترة، ولأنه ما معه مصاري منوب قعد بالسكن بالصنبول. ما بتعرفي إنه راجع من الجبل آه؟ أي جبل؟ عن شو عم تحكي؟ طول عمري ما طلعت على الجبل ولا بعرفه. حاجة تكذبوا لك؟ إجتنا أخبارية عنك، أنت إلك علاقة بالتنظيمات الإرهابية. أنا وفراس مالنا علاقة لا بالتنظيم ولا بغيره. على مين ولك عم تكذب؟ من إمتى وأنت عم تتعامل مع هالإرهابي الوسخ؟ لو سمحت لا تحكي هيك. نحن عم نساعده لفراس بس لأنه وحيد. قليلي لشوف هذا ليش نزل من الجبل لإسطنبول؟ شو هو المخطط الإرهابي اللي جاي نفذه هون؟ خطة شو؟ إرهاب شو؟ أنا بشتغل مدرس، أكيد أنتم مخربطين فيني. لكن قلت لي إنه في سوء تفاهم؟ على مين عم تضحكوا لك؟ عيلتك هي اللي دلتنا على مكانك يا عديم الأخلاق. قال القصة فيها سوء تفاهم. الواحد شو بده يحكي؟ ما في شي نقال بدون سبب. زبال بالدولة بيسوى باشا براتها. صباح الخير، كيفك عمو ناظم؟ صباح النور يا بنتي أهلين. بدي أسألك، سراج موجود؟ لا ما أنا هون بنتي، تفضلي ارتاحي. لو بتعرفي شو صار معنا يا نيفي. شو صار؟ شغلت لي بالي. سراج وأنيسة وفراس أخدوهن مبارح. ومين اللي أخدوهن؟ دوريت الشرطة. ليش؟ شو عاملين؟ احكي. لهالوقت ما عرفنا، عم حاول لقيلهم محامي شاطر مشان وكله. انا بعرف محامي منيح وهو صديقي من ايام الطفولة، رح اتصل لك فيه من هلأ. بتعملي منيح. تمام، انا رح اتصرف بالقصة. ما في داعي تعمل اي شيء. مثل ما بدك. تذكرت شغلة، البابا وعدني انه يشتري لي كندرة، شو رأيك نمر لعنده؟ نحن رايحين على المدرسة رح احكي. هلأ كل شي موجود عنا، ما ناقصنا إلا كندرتي، لأنه شايف السما عم تشتي مصاري. جوزي كل يوم عم يتعب ويشتغل من الصبح للمساء لحتى يشتري بس إلك كنادر. ها؟ أنا عم شوف إنك صايرة عم تاخدي بالأحضان وتعرفي تبوسي منيح، وعين الله عليكي يا حياة خانم. الله يجيرنا من بنات هالأيام. لك
بدك بعدي من وشي؟ الواحد ما بيعرف يتفرج دقيقتين على التلفزيون بهالبيت؟ شيرين معلش ترفعي رجليكي مشان نظف الأرض شوي من تحتي. ايه وإذا ما رفعتهم شو رح تساوي معي؟ عيب عيب ما بيصير هيك، خجلي من حالك شوي. شو أنت عم تحكي مع بنت صغيرة؟ حضرتك جاي تعلميني الأدب والاحترام؟ ليش مين أنت؟ شو عم بيصير هون؟ ها؟ حضرتها ما عم تخليني أعرف أتفرج على التلفزيون، أنا عم تنظف. جنات فتحي عيونك منيح وطلعي فيني. أنا ماسكة لساني بالقوة، لا تجبريني أحكي. بدل ما تتشاطري على بنتي تشاطري علمي بنتك الأدب والشرف. قليلي يا قدرة، ليش أنت شو شفتي من بنتي حياة؟ لو تعرفي شو. خلص شو بدك فيها تركيها، اليوم ما بدي أتأخر على المدرسة. صبري يا جنات، إذا ما فرجيتك قيمتك عن قريب ما بيضل اسمي قدرة اللي وصل صيتها لآخر مكان. الله لا يسامحكم بكل دمعة نزلتوها من عيني. لك أخي عيب، والله العظيم عيب عليكم. أنا سكتت بس مشان خالي إبراهيم، مفكرني عم بجمع المصاري من على الشجر، بكفي بدي إجرتي. والله معك حق بكل يلي قلته يا معلم يسار. وأنا شو راح يفيدني هالكلام يا إسماعيل؟ طيب خد البضاعة بدل الإجرة. وأنا شو إلي شغل بالجرار تبعكم؟ ما عم تقدر تبيعون بدك تبليني فيهم؟ ليك بعد أسبوع بدي مصاري. والله عيب اللي عم تعمله معي. لا أنت اللي عم تعمل عيب يا إسماعيل. قررت تروح لإسطنبول وما خبرت حدا، رح تترك أولادك وعيلتك وتهرب؟ عم قلك مصرياتك دين برقبتي وأنا مستحيل أهرب. ما بفهم هذا الحكي. بعد أسبوع بدي مصري وبعدين روح لوين ما بدك. أستغفر الله. كلمة رجال لازم تكون وعد. نحن عايشين من عرق جبيننا ودينك اعتبره ديني أنا. هلا أمشي يلا. طيب خالي إبراهيم على عيني مثل ما بدك، بس معكم مهلة أسبوع واحد ما في غيره. أهلا وسهلا بأميراتي. أهلين أميرة نيرمين، تعالي تعالي لعند أبوكي. شو بدكن يا بنات؟ نيرمين يلا قولي لبابا شو ناوية تشتري. بابا هلا أنت وعدتني إنك بدك تشتري لي كندرة زهرية، وأنا أجيت لعندك مشان ذكرك فيها. على أساس كنت رح تجيب لي إياها بالعيد. رفيقتي جابت كندرة مثل يلي كنت بدي إياها. أيبت أمري نيرمين، المهم ما تزعل، بس اصبري علي شوي ورح أجيب لك أحلى كندرة. إيه حيات ليش متأخرة على المدرسة؟ والله يا أنسة مرقنا لعند بابا شوي. البابا رح يشتري لي كندرة جديدة. ايه منيح، ألف مبروك، انتي بتستاهلي. كيف صحتك عباس بيك؟ ايه منحمد الله ومنشكره، تسلمي يا بنتي. كيف أبوكي؟ الحمد إن شاء الله منيح. قليلي كيفك اليوم يا حرباية؟ انت الحرباية مو أنا. معناها صرنا اثنين، تفضلي. شكرا كرام، يسلموا إيديك. حيات امبارح حكيتك على البيت ولما ران ما عرفت اللي رد علي، لهيك ما حكيت شي. حياة شو قول على بنا رح تحكوا بموضوعنا، شو رد عليك؟ حياة اسمعيني، أنا اجيت مشان قلك شو صار معي. يلا حياة تحركي لجوا. شكرا همسة. عفوا صح. وانا نيفين ممكن تفهميني شو علاقتك مع الناس هدول؟ عزيز اسمعني، انا بعرفهم لهدوك الناس كتير منيح وهنن كتير طيبين، في سوء تفاهم بالموضوع انا متأكدة. عزيز بترجاك ساعدهم. بس رأيها مختلف الدولة، في اخبارية انه اللي اسمه فراس قعد سنتين كاملين بالجبل، ولهيك ما بظن انه منيح. هذا ارهابي، هذا واحد متهم انه عم يشتغل بالارهاب وانت عم تطلبي مني ساعده يا نيفين، لو سمحتي فهميني. طيب يا عزيز ما في اي مشكله، من وقت ما كنا صغار ما طلبت اي شيء غير هاد وعن جد مشكور. نيفين هلا عن جد زعلتي، طولي بالك استني شوي. اوف عزيزه ترجيتك رجا مشان تساعدهم. اسمعي نيفين، الفكره اللي بدي اوصل لك اياها انه انا من لما اشتغلت ما ترافعت ابدا عن اي حدا متهم بهيك قضايا لاني ما بحبها، انت اكثر وحده بتعرفي موقفي من هيك قصص. اوف يا شو لازم اعمل؟
عزيز كرمالي، لو سمحت. أمرك. بما أنه هالشاب المجنون غالي عليك لهالدرجة، أنا قبلان أني يترافع عنه. عن جد شكراً كتير، بعمري ما رح أنسى لك هالخدمة، وأنا بوعدك أنه ما رح تندم أبداً، صدقني. حتى أنا متأكدة أنك رح تحبهم للشباب من أول ما تتعرف عليهم. إن شاء الله، إن شاء الله. دخيل هالشعرات يا حبيبة أمك، حلوة ومتفوقة وما في منك، أكيد رح تطلع الأولى عن المدرسة يا روحي. حياة، رح سخن لك مي مشان تفوتي تتحممي. إيه غسلية غسلية، باعتبار توسخت. شو يعني راسك عم بيحكك؟ قولي. لا أبداً. لا الظاهر جدا اللي عم بيحكها. يلا بنات طلعوا حضروا تيابكن، أنا هلأ بلحقكن. اسمعي يا جنات خانم، يلا خلصنا. شيرين وقفي لا تتدخلي، قد ما غسلتيها لحياة ما رح تنضف بحياتها، وساختها أبداً ما رح تنضف بالصابون والليفة. شو هالكلام يا قدرة؟ ما عم بفهم عليكي، ماني عارفانة لشو هالحكي، مع أنه مو عاملت لك شي بنتي. حياة مؤدبة وصغيورة، ولا لا لفوتة ولا طلعة. مزبوط اللي عم تقولي، نظيفة وما لا لفوتة ولا طلعة، ما شاء الله ما شاء الله. لسه ما فقست من البيضة وجابت لنا فضيحة. بكرة العالم بيحكوا بعرضك وانتي عم تتفتلي ببيتي ولا كأنك عاملة شي. يا وسخة يا فاجرة يا قليلة الشرف. لك اتركي بنتي، انتي كيف بتقولي عنا فاجرة ووسخة؟ انتبهي لكلامك، على بنتك ديري بالك. خدي بنتك الوسخة، بنتي بعمره ما حدا جاب سيرتها، بس بنتك العايبة صارت ملك أخوها ولازم يقتلها ويدفنها بإيده، لأنه استسلمت له وخسرته لشرفها. قدرت، أنا قلت لك انتبهي على كلامك، وحاجة تفتري على بنتي. طولي بالك يا جنات خانم، أحسن ما يطقلك عرق. ازلي إيدك اللي رفعتيه علي، أحسن ما تشوفيها مكسرة. وزمانك مصدقتيني، شوفي واسألي بنتك الوسخة عملت عملتها ولا لا. قولي. قليلة عن حقارتك يا حقيرة، يلا قليلة مشان تشوف شو هو الذنب اللي ساويتيه بحقي لما كذبتي. قدرت بكفي هيك، هي بنتي مظلومة وحاجة تقولي عنها حقيرة. جنات خانو، المستشفى موجود والدكتورة بيناتنا، رح نروح مع بعض ونشوف إذا كانت شريفة ولا عيبة. الحق علي أنا، لو ما سكتت كل هالفترة ما كان صار هيك. ما عاد اسكت على هالكلام، رح أحكي له لإسماعيل كل اللي عملتيه فيني طول هالسنين. يلا امشي حياة. يا رب استجبت لي دعواتي وريحتني كتير، إذا أخذت روحي هلأ ما رح تفرق معي. الحمد لله على السلامة يا أبي. الله يسلمك عمي. حبيبة قلبي كتير تضايقت عليك. شكرا أستاذ. تسلمي. شكرا، شوفتك فرحتني سراج. شكرا الله يسلمك. الأستاذ عزيز كان معنا ونحن عم نعطي إفاداتنا، لا تواخذونا عذبناكم. شو هالحكي، ما في أي عذاب. أنا سحبت كل محاضر التحقيقات، يعني أنتوا ما عليكم شي. طيب فراس، قضيته رح تاخد شوية وقت منا، بالمناسبة رح أعرف التفاصيل وبعدين بخبركن. روحوا ارتاحوا لأنكن تعبانين. شكراً لك. هذا يلا واجب. خلينا نمشي. قل لي سراج، انت اكثر واحد بيعرف فراس لانه رفيقك، معقول يكون عن جد متورط مع التنظيم؟ انا وفراس رفقات من الطفوله، بثق فيه كتير وممكن اني شك بحالي وما شك فيه. ايه فهمت عليك،
وانت أنيسة عندك أي معلومات عن هالموضوع؟ عمو ناظم ما بعرف شي. ها هي إجا الأستاذ. مرحبا عزيز. يا جماعة أهلا وسهلا، تفضل ارتاح. أهلين عزيز. مرحبا، أهلين فيكي. شو أخبارك أستاذ؟ الحمد لله تمام. أستاذ عزيز، في عندكم أي أخبار جديدة عن قضية فراس؟ إيه في، القصة فيها سوء تفاهم رح يضحككم. شلون بيضحك؟ والدة فراس راحت على مخفر الشرطة من يومين وقالت لهم يمكن ابني طلع على الجبل وانضم للتنظيم، فياريت لاقولي اياه بسرعة. الشرطة أخذوا كلامها على أنه بلاغ رسمي وتحركوا على هالأساس وقبضوا عليه، والباقي أنتوا بتعرفوا. طيب إمتى رح يطالعوا؟ يعني لبين ما تخلص الإجراءات بدهم شي يومين. الحمد لله، منيح اللي انقضت على هيك وبس. يسلموا أستاذ عزيز. العفو، ما عملت إلا الواجب. طالعي حواليك منيح وشوفي وجوه الناس يا خانم. شفتي هدول كل اللي مروا من جنبنا هلا؟ هدول كلياتهم واحد واحد عم يحكوا بموضوع بنتي، يعني مش أنت عارفي. السلام عليكم عم، يعطيك العافية. وعليكم السلام يا ابني، الله يعطينا العافية لنا كلياتنا. هالكندرة الزهرية بقديش؟ 250 ليرة. يا ابني استنى شوي، ما في مشكلة، انت كم ليرة معك؟ معي 180 ليرة. ما أنا فارقة. خلاص هاتا، مبارك الكندرة. الله يرزقك ويعطيك على هوانيتك. تفضل يا ابني. شكرا، مع السلامة. أهلين خالي قدرات، ضغطك مرة تانية؟ هلأ من أسلك ياهو بيطلع عالي، أنت دائماً بتتعبي حالك بدون سبب. ماني جاي أقيسه لضغطي، مو هيك القصة، تقدري تقولي واقعين بورطة. خير، شو في خالي قدرات؟ تعي لقلك، هي القصة أنه نحن عم نرفع سلة بنتي. يلا بنتي، ادخلي على غرفة الفحص. حياة، يلا ادخلي. انتوا ليش بدكم هذا التقرير؟ يا حضرة الدكتورة، في ناس افتروا على شرب بنتنا، حكوا عليها مشان ينزعوا سمعتها ويوقفوا نصيبها ويخلوها قاعدة ببيت أهلها، وفي شاب إجا طلبها مشان نريحه بدنا نعمل هيك. وقال يا دكتورة نحن شو قلنا شغل بهيك تقرير؟ بس القصة صعبة، أنا ما بقدر افحصها بدون أمر من المحكمة، وإلا ممكن نوقع بمشكلة. اسمحي لي دكتورة، أنا بعرف هالعيلة منيح، هن الناس على القد وماشيين الحيط الحيط، بدهم هالتقرير مشان ما تنتزع حياة البنت، وبالنهاية القرار بيرجع لحضرتك. رح تفحصها.
يعطيك العافية بابا. مالك؟ أنت من وين دفعت حق هالكندرة؟ أنا كنت موفر شوية مصاري. نرمين لساتها صغيرة، ما حبيت إنه ينكسر خاطرها. بابا، شو رأيك أنت تعطيها إياها؟ ما دام أنت اشتريتها، أعطيها إياها أنت. قلي ليش في فرق بيناتنا؟ يعني هي طلبتها منك أنت. بابا أنا ما بدي إياك تخجل قدامها إنك ما جبت لها الكندرة. شوف، إذا أنا شي يوم ما قدرت إني صير أب، عندك سراج وأنت كمان، وبما أنك أنت يلي جبتها أعطيها أنت. اتفقنا؟ يلا. يا نظام، وينك هلأ أنت؟ أنا عم بنتظرك بالأوتيل، في شغلة كتير مهمة بدي أساويها، بس لا تجي بقولها يا نظام. قدرت مشان الله، أنا شو لازم أعمل هلا؟ بوس إيدك ساعتيني. أنتِ رفعتي إيدك علي وحكيتي على بنتي شيرين، وهلا جاي تبوسي إيدي مشان ساعتك؟ روحي قلعي شوكك بإيدك. طلعي بوشي ولي، لك أنا ما حملتك ببطني 9 أشهر. احكي جاوبيني على سؤالي وحاجة تهزيلي براسك. ايه صحيح، ارفعي راسك وطلعي بعيني. لك شي يوم نمتي وانتي متضايقة، طول عمري حارمة حالي من كل شي مشانك انتي واخواتك ما تنحرموا من شي. لك ارفعي راسك وطلعي فيني وجاوبيني. شي يوم شفتيني ضحيت بشرفي وكنت رخيصة؟ لا حاشاكي يا امي، كبت عليكي وحطيتي لي راسي بالطين. تعي لهون ولا تطلعي بعيوني وجاوبيني، مين اللي عمل فيك هيك؟ مين هو مين؟ يلا طلعي بعيني واحكي لي، قلتلك طلعي بعيني. قولي بسرعة مين اللي عمل فيك هيك؟ مين اللي سوى هيك؟ قال لي رح يطلب ايدي. جنات، توسلي لربك انه يجي يطلبها، واكيد انتي بتعرفي شو رح يصير اذا ما وفى بوعده. امي شو عم بيصير؟
والله والله هالخطبة لو صحت لجدي ما مات. لك شو بك يا زلمة مثل اللي قاعد بعزا؟ ولا كأنه اليوم خطبتك. بكر بترجاك لا تحكي وتخبر بأنه خطبت. هلا أنت عم تحكي عن جد؟ يعني معقولة أنت تخطب وما تسمع كل الضيعة؟ أكيد عم تمزح مو هيك؟ جدولك شوف كندرتي ما أحلاها، لونها كتير حلو ما هيك؟ كتير حلوة، تلبسيها بالهنا. والله اللي بيشوفه بهالحالة بيفكر إنه ما عنده إلا هالبنت. قدرت شو بكي صاير عم بتحطي عقلك بعقل بنت صغيرة؟ اسكتي وخلينا نعرف نتعشى. شو بكن؟ شو اللي صاير معكن؟ صار لكم ساعة قاعدين ما حكيتوا ولا كلمة. السلام عليكم يا جماعة. أنت وين كنت لهلأ؟ أهلين بكر تقبر قلبي، تعال تعشى. شيرين خدي عليكي خلي أخوكي يقعد. لا أمي ماني جوعان أكلت. إيه وين أكلت بقى؟ أكلت بحفلة خطبة. مين اللي خطب اليوم؟ كرم رفيقي. رفيقك كرم؟ إيه اللي أي كرم؟ إيه خطب بنت عمه سوزان. وهيك بيصيروا الثروة مصرياته على مصرياتها، هدول الناس هيك بيفكروا، الغني بياخد غنية مشان ضل مصاري محصورة بينهم. يخرب بيتهم ما أسكاهم. اليوم كانت حفلة على كيف كيفكم. يمكن ما بتصدقوا، نحط بهالخطبة شي ما بيحلم فيه حدا. ولاد الكلب بيعرفوا يحسبوها. ولك بكر! ولا كم مرة قلت لك لا تغلط بالحكي وأنا قاعد؟ ما بتنبسط إلا إذا سميت لي بدني؟ شايفني عم بتسهرن، لازم تسد لي نفسي ولا؟ نايل خلاص، بكفي هيك، حاج تصرخ. طول بالك هلأ ولا تحر بدنك، يلا كمل عشاك. على أساس رح يجي خطبك هالكلب؟ إيه حلف لي بيقول إنه رح يخطبني ورح يحكوا هو وأبوه بالقصة. لكن ليش خطب وحدة غيرك؟ أنا هلأ كيف بدي خلصك من بين إيديها لقدرات؟ قولي لي كيف بدي خلصك منها؟ كان على أساس رح يجي يطلبها ويتجوزها، والظاهر إنه خلص ما رح يجي. شو هو المطلوب؟ هلأ كيف رح تقدري تتستري على بنتك العايبة يا جنات خانو؟ مفروض يتنظف العار اللي ساوته هالحقيرة. أما سراج بالأخص وأخوه بكر كمان، وعلى راسهم أكيد ابن عمي أبوه إسماعيل جوزي طبعاً، أوعك تلوتي لي إيديهن بدم بنتك، لأنه هي الوساخة لازم ينظفها ابنك مالك. خلص روحي انت.
القدرية. شو يا خانم؟ أنا قلت لك إنه بدي أتزوج مرة تانية، أنت قلتي لي هالشي ولا ما عاد بدك؟ لا أنا ما عندي مانع يا عباس. توقعت هالشي، بنت بتطير العائلة مناسبة لإلي. الله يوفقك إن شاء الله، بس في إلي عندك طلب، أهم شيء إنها تكون محترمة وبنت ناس. لا لا ارتاحي، من شان الطمان عن عائلتها بعتت نظام، راح نتأكد، وإذا كانوا ناس أوادم نتوكل على الله. إن شاء الله تتم هالجوازي. طيب مين بتكون هالبنت؟ يعني شو اسم عائلتها؟ البنت كتير آدمية، لا تاكلي هم هي الشغلة. هي بنت عائلة مستورة وأبوها رجال آدم كتير. بدي إياكي تطمني وما تشغلي بالك، لأنه أنت الأصل يا خانم. يا حياة، بحلف لك بالله انه مو انا اللي حكيت لامي. اسمعيني، ظاهر انه كرم هو اللي حكي قدام حدا وبهالطريقه وصلوا الخبر لامي. بحلف لك انه انا ما حكيت لحدا ابدا. شو ما بدك تعملي فيني اعملي، بس المهم ما كذبت. انت بتصدقي اني ممكن قبل تتاذي او تتعذبي بسبب شغله قلتي لي اياها بزمانك؟ حكم علي بالقتل يا شيرين. أمي ببوس إيدك ورجليك، قلي لي ما في غير هالطريقة، كيف رح أقدر أقتلها لحياة؟ حاسة حالي ضايعة ومالي عرفانة شو بدي ساوي. الله لا يبلي حدا مثل البلوي اللي ابتليناها. إيه هلأ كيف بدي أقتل؟ أنا كتير مرعوب، كيف بدي أقدر أقتلها لحياة؟ حياة هي اللي نزعت عمرها وعمرنا معها بهي الضيعة. لما الموضوع بيتعلق بالشرف والأخلاق ما عاد حدا يشوف شي أو يفهم شي غيره، بيصيروا كلهم عميان وما بيشوفوا. اللي شو ساوي يا ابني؟ أنا تعبت. هذا هو الشرف؟ هيك بيكون كأنه الشرف بس عند الفقراء. نحن لو كنا أغنياء ومعنا كتير مصاري ما كان حدا دخل بأمور الشرف تبعنا، أصلاً ما كان حدا شاف عيوبنا ونواقصنا. ما رح أقدر يا أمي، ما رح أقدر. أنت لازم تقتلها يا مالك، أنت أخوها ومجبور، ولا بدك أبوك يعملها؟ معقولة يرضيك هالشي؟ اسمع، العالم كلهم عم يحكوا عن أختك، بأي وش رح تطلع وتمشي بين الناس يا مالك أفندي؟ إذا كان عندك بس شوية شرف ونخوة
بتجر أختك العايبة لقتلها، أو إنه إذا ما كنت بتقدر تقتل أختك لأنك ما شو الواحد بده يحكي؟ إذا قلت ما بقدر لأنه معاق بيكون أمر تاني، الكل بيعايرك بالنقص مالك، وإذا كنت بدك تصير رجال بمعنى الكلمة لازم تغسل عارك بإيدك يا مالك. ما عاد عندي كلام إلك ياه. إذا ما قدرت تعدم لحياة ساعتك للناس والعالم راح تحكي عن إسماعيل واحد قليل شرف ومانو رجال. Saçmalamam, yenilmem, bu yüzden, bu yüzden kendime hala güvensizliğim. Bitireceği ki innek durdu aleyhi. أنا ما كنت وحدة مرضية، دعي لي دخيلك دعي لي. نرمين هدول إلك. يا حياة لوين بدك تروحي؟ رح روح لأبعد منهم بكتير، يمكن ما أرجع بنوم. يلا حياة. مشان الله لا تروحي. يا ابني لا
لا تروح مشان الله، انا عم تطلع روحي. والله ما بقدر اخسركم انتوا الاثنين، خلينا ناخذ اختك ونهرب من هون. الكل رح يشوفوا انه انا رجال وبهار على شرفي. يلا يا بنت امشي قدامي. ما عليك حياك، ما عليك، لا تقدر اختك حياك حياك. لا يعني عباس بيك بيسلم عليكم وبيخبركم انه رح يزوركم ببيتكم بعد كم يوم من شان موضوع مهم. وشو هو هالموضوع المهم؟ لهلا ما عرفت الموضوع يا سيد ابراهيم. جاي مشان يطلب ايد بنتكم. انتوا عم تمروا بظروف صعبه وعباس بيك بيعرف هالشي. من اليوم ورايح ما حدا منكم رح يضل لحاله. ليش ساكتين؟ شو رايكم؟ خليهم يتفضلوا، أهلا وسهلا، والله يقدم لنا يلي فيه الخير. ايه تمام، أكيد خير إن شاء الله. يلا عن إذنكم. الله معك، شرفت، أهلا وسهلا. يعطيكم العافية، شوفكم. يلا بالإذن. الو الو قدرات اسماعيل، خير ان شاء الله. اليوم عباس بعث لي نظام زلمته. قصدك عباس بيك؟ ايه عباس بده يحكي بموضوع بنتنا. ايه فهمت عليك اسماعيل، فهمت عليك. ايه طيب ماشي، انت سكر لي هالخط. وانت ليش انعجقتي يا قدرات بهالشكل؟ اسماعيل حاكي سراج، خليه يجيب انيسه. ايه انت اتصلي. لا اتصل انت احسن، انا مشغوله كتير. شيرين 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 شيرين، ايه مش بدي يا بنت. يلا روحي شوفي مالك مشان ما يقتلها لحياة، لانه جايين يطلبوا ايدها لأنيسة. ما رح اقطع بنصيب بنتي بسبب حياة، ما بدي احرق لقلبها لأنيسة. يلا ارقدي بسرعة. يلي شيرين يلا بسرعة روحي الحياة قبل ما يقتلها لحياة، حياة رح ترجع لي. Bak saçın önüne dökülür, duvak saçın önüne dökülür. Yasak seni körpecik öldürür, yasak seni körpecik öldürür. Boynundaki liraları sakla, sakla. Boynundaki liraları sakla, sakla. Günler geçmek bilmiyor ağlamakla, günler geçmek bilmiyor ağlamakla. Dua yetmez gençliğe.